عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام، أرحب بكم في هذا الفيديو في تلخيص بعض الأقوال خاصة في مجال الصناعة التقليدية للنساء والرجال بميدان الخياطة باليد أو خدمة اليد. إذا أحبابي في الله، أتوقف معكم نشر الفيديوهات في اليوتيوب على قناة معدات صغيرة وبسيطة حتى قدوم شهر رمضان المبارك في رأس شهر أبريل أو اليوم الثاني أو الثالث، فحسب مراقبتنا الهلال. كل هذا توقيف نشر الفيديوهات بميدان الخياطة التقليدية خلال 4 أشهر و7 أيام، ومن هذا الفيديو فصاعدا في مجال الاطلاع والفيرنير. وفي الفيديوهات القادمة إن شاء الله أقدم لكم فيديوهات حول صنع مجسمات بما فيها الإبداع الفني، سواء الرسم أو الصناعة اليدوية، يعني الخط بالفرشاة أو النجر بإزميل يدوي، وتستعمل هذه الأداة لنحت الخشب، ونقول بالدارجة النقش بالسيزو، وهناك الاطلاع والرش بالرمل على اللصاق الخشبي. كل هذا في ميدان الصناعة التقليدية حتى قدوم شهر أبريل 2022 وفي الأجواء الرمضانية. أتم معكم نشر الفيديوهات في الخياطة التقليدية للنساء أو الرجال، وبآخر الموضة التي توجد في السوق أو نضعها نحن في السوق، ونكون أفدنا الجميع واستفدنا أيضا. وإلى هنا مشاهدين الأفاضل، أستودعكم الله، وفي فيديو قادم إن شاء الله إليكم الاطلاع بالفيرني أو الدهان للسدار المنقوش بأداة الإزميل، يعني السيزو والمطرقة. فالأهم الذي أقوم به هو التجديد. إليكم متابعة الفيديو غدا الأربعاء قبل الزوال، فأرجو منكم أحلى تعليق والإعجاب وتفعيل زر الاشتراك، وأشكركم جزيل الشكر.